السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابعت زي ما كتير من الناس تابعوا، معظم الناس تابعوا يعني اليومين اللي فاتوا، الخبر بتاع إعلان مركز تكوين الأبحاث. فكرة المركز اللي عامله مجموعة من الصحفيين ومقدمي التلفزيون على رأسهم طبعا الأربعة المعروفين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وفاطمة نعوت والشخص السوري ده مش فاكر اسمه يعني. المركز زي ما قالوا هدفه هو البحث في التراث الإسلامي والتدقيق، ومش عارف نفس الكلام ده يعني، اللي هو الدعوة للإلحاد بصفة عامة يعني. أنا كان ليا تعليق تاني خالص عن المركز. إيه هو؟ تعليق لنا إحنا أو للناس عامة، اللي هو من أول المكان ما اتعمل ابتدى الإعلام كله يتكلم عنه، هاشتاجات تطلع إغلاق مركز تكوين، الناس بقى بتتكلم، الناس اللي مأسسين دول ناس كذا وكذا وكذا وكذا. حبيت بس أقول لكم يا جماعة، طيب ثانية واحدة بعد إذنكم، ممكن حضرتك تقول لي قبل ما إحنا نتكلم عن القصة دي، حد سمع الموضوع ده أصلا؟ يعني الأسبوع اللي فات حد سمع خبر إن الأسبوع الجاي في مؤتمر صحفي هيتعمل للإعلان عن إنشاء مركز تكوين؟ أي حاجة؟ ولا حد سمع ولا حد يعرف. طيب المؤتمر الصحفي اللي اتعمل كم واحد راحوا غير الصحفيين الناس العادية؟ كم واحد راحوا ولا اي حاجة؟ طب كم واحد اتفرج عليه على النت ولا الهوا؟ طب الناس اللي ماسكين المركز دول برامجهم التلفزيونية اخبار مشاهدتها ايه؟ يعني عندهم برامج تلفزيونية في قنوات مشهورة وياخدوا مساحات اعلامية كبيرة ودعم اعلامي خارجي وداخلي وكل حاجه. طيب والنتيجه؟ محدش بيتفرج عليهم اصلا. فبالتالي انتوا عملتوا قصه مفيش لحاجه الكيان يساوي صفر اصلا، الكيان ده مش موجود يعني. لولا اللي احنا عملناه، الضجه اللي احنا عملناها، ولا حد كان خد باله اصلا، ولا حد خد باله ان في ناس قعدت واتكلمت وعملت ولا الهوا، وكان المكان هيتعمل وهيقعد شهر واثنين وثلاثه وزي وزي غيره هيختفي. انما للاسف احنا اللي عملنا كده، احنا اللي نشرناه بشكل كبير. حتى ولاد زمانه يعني زمان مؤسسين دول مبسوطين، يقول لك ده احنا مجرد بس ما قلنا يلا عملنا ضجه وعملنا ما اعرفش ايه وعملنا ايه، مع انه قام ولا اي حاجه، لا من قريب ولا من بعيد. يعني انا افتكر الكلمه المشهوره لابراهيم عيسى بعد ثوره يناير لما الشيخ الحويني ربنا يحفظه ويشفيه في عمل ندوه في جامعه اسيوط، وحضرها في اليوم ده 680,000. فطلع يوم في البرنامج، انا شفت الفيديو ده يعني، فبقول المنظر اللي شفته النهارده في اسيوط باين لي ان احنا الفتره دي كاننا ما عملناش حاجه السنين اللي فاتت دي، ان احنا بعد السنين دي كلها والحيواني ده اللي ما بيطلعش في التلفزيون ولا اي حاجه يحضر له 680,000، امال احنا كنا بنعمل ايه؟ فايه الفكره في كده؟ هو عارف انهم ما بيعملش حاجه يعني. هو بكره الصبح لو المركز ده مثلا جه عمل مؤتمر في اي مدينه عندنا، كم واحد يروح يحضر عايز يسمعه يعني ولا اي حاجه؟ هتلاقي كل اللي رايحين يحضروا رايحين مثلا متضايقين منهم هيشتموهم، انما مين اللي رايح عايز يسمعه اللي هو رايح يسمع الفكر بتاعه ولا اي حاجه. عايز تتاكد من الكلام ده، اعمل تجربه شخصيه، انزل كده يعني حواليك العيله حواليك، قول لهم ايه رايكم في كتابات فاطمه نعود، شوف كم واحد من العيله عندكم اصلا يعرف واحد اسمها فاطمه نعود ولا اي حاجه. طب شوف صحابك في الجامعه، ايه رايكم يا جماعه في البرنامج بتاع اسلام البحيري؟ هو عنده برنامج اصلا ده؟ اذا طلع لهم حد اسلام البحيري يعني، هو برنامجه اسمه ايه؟ طب على قناه ايه؟ ولا اي حاجه. طب يا جماعه ايه رايكم في الكتاب الاخير لابراهيم عيسى؟ هو عمل كتاب؟ ما اعرفش. طب اسم الكتاب ايه؟ ولا اي حاجه. فيا جماعه الناس دول هم صفر، هم ولا شيء، فمحدش يعني يعمل لهم الهدف اللي هم عايزينه ان هو يكبرهم وينشرهم وكذا وكذا. لا بلاش كده، لان ده حقيقه هم مش موجودين يعني، مش دول اللي انا شغل بالي بيهم، لان هم فعلا مش موجودين يعني. مش هيبقى النهارده كل اتنين قاعدين بيشيشوا على قهوه وقالوا يلا يا جماعه نطلع نعمل كيان ونشتم فيه في الاسلام، اقوم سريعا يجب الوقوف للعيال اللي كانوا قاعدين على القهوه ومش عارف ايه. يا جماعه ده كلام ناس مش يعني ناس مش عاقله، ما تزعلوش مني يعني، كلام مش منطقي. انما انا ممكن ارد امتى؟ لما يبقى حاجه بقى فعلا لها تاثير يعني، مثلا مؤسسه دوليه كبيره مثلا عملت حاجه هنا، لا اقول لك لا لازم نقف بقى، لان الحاجه دي قويه ومؤثره وهتوصل
والكلام ده كله، هنا اقول لك لا ثانية واحدة، الكلام ده لازم يختلف. هتقول لي طيب هيوصلوا الناس عن طريق الانترنت. هقول لحضرتك احنا الاحصائية اللي عندنا على الانترنت ان حوالي تلت الشعب بس هو اللي بيدخل على الفيسبوك، اشهر حاجة يعني. التلت الشعب ده زي ما البيانات اللي طالعة عندنا ان حوالي منه 60% او 70% بس منه اللي هو من الشباب الواعي، يعني في عيال صغار خالص 6 سنين 7 سنين 8 سنين مالهمش علاقة بالموضوع، وفي ناس كبيرة في السن خالص اللي هو يا دوب بيفتح كده السلام عليكم وعليكم السلام ازاي، ناس ربنا يبارك فيهم اجدادنا مثلا 70 سنة و80 سنة. فاذا الفئة اللي احنا بنتكلم فيها هم مثلا حوالي مثلا نقول 30 مليون. ال 30 مليون اللي بيدخلوا دول فيهم اللي بيدخل عشان الكورة بس، وفي اللي بيدخل عشان الافلام بس، وفي اللي بيدخل عشان يتفرج على الحاجات الدينية بس، درس للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وبس، وفيهم اللي بيدخل لمجال علمي بس، هو متخصص في حاجة علمية فبيخش يشوف الابحاث العلمية بتاعته، وفي اللي بيخش عشان الشغل بتاعه او الجامعة بتاعته. ففي جزء كبير ملوش علاقة بأي حاجة باللي بتحصل، ولا مركز تكوين ولا مش تكوين، هو داخل للحاجة اللي هو بيدور عليها. اذا هيبقى عندنا فئة صغيرة خالص، هي دي الفئة اللي ايه اللي نقول احنا بنقل عليها. طيب الفئة دي احنا هنعمل فيها ايه؟ اولا في جزء منها اصلا مش هيسمع الكلام ده، يعني نسبة كبيرة. ولو فرضنا جدلا ان في واحد قدرا كده عدى قدامه فيديو فبص عليه فشافه، فايه اللي بيحصل؟ اقول لحضرتك اللي بيحصل، الفطرة البشرية عند الانسان ان هو ما بيحبش يوصل له شعور ان حد احسن منه، دي كلنا مخلوقين كده يعني، سواء بمزاجنا غصب عننا دي حاجة ربنا فطرنا عليها. فلما واحد يقول له انا على فكرة عندي معلومة انت ما تعرفهاش، او عندي فهم انت فهمته غلط في 1 2 3، فانت بشكل تلقائي بترفض الفهم ده، لان تقول اكن انا بقالي 10 سنين فهم غلط وانت يعني فهم صح، فهو تلقائيا بيرفض، ولكن بتفضل حواليه في دماغه كده في فكره بتدور حواليه. فبيعمل ايه؟ بيروح يشوف حد يساله مبدئيا لهدف ان هو عايز حد ياكد له ان هو صح، عشان يوصل له الشعور ان انا فعلا ان انا مش حد احسن مني. فتاكد ان في اللحظه دي في واحد هيجي يسالك، اللي هيجي يسالك ده حد يعرفك بقى، اخوك امك ابوك ابن عمك ابن خالك جارك صاحبك ابنك، في حد هيجي يسالك. فيبقى بالتالي لازم الدايره بتاعه العيله دي يكون فيها واحد عنده اجابه، ما ينفعش يبقى الدايره كلها ما فيهاش ولا واحد عنده اجابه، والا هيحصل بقى المرحله الثانيه اللي هي ايه، اللي هو هيقول له صدقت ان انا كلامي صح، ده انت حتى رحت قعدت تشوف كل اللي حواليك ما فيش واحد فيهم جاوبك، عرفت بقى ان انا كلامي مظبوط. فيبقى الحاجه فعلا اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نعملها ان احنا ناخد ده عهد علينا وواجب، ان احنا يا جماعه لازم نتعلم الاشهر الشبهات اللي بتتقال واللي ممكن حد يتعرض ليها. مش مطلوب منك تتعلم بشكل منهجي كل حاجه، لان الشبهات ملهاش اول من اخر كعدد يعني، ولكن الحاجات المشهوره اللي بتتقال اشهر حاجات اللي منتشره. هتقول لي طيب انا ما عنديش علم، ما اعرفش، اقول لك يا سيدي سهل، في مجموعه من الناس ربنا يجزيهم خير ويبارك فيهم بقوا بينزلوا دلوقتي فيديوهات وشروحات ومؤلفات وكتب وغيره وغيره رد على الشبهات دي. يعني مثلا انا والله الحمد عندي حوالي دلوقتي 80 فيديو عن 80 شبهه من اشهر الشبهات، وان شاء الله بحاول كل فتره انزل فيديو جديد فيديو جديد وهكذا. فعندك مثلا 80 سؤال هتتعرض عليه هتلاقيه موجود على صفحه عبد الرحمن، في ناس احسن من عبد الرحمن 50 مره هتلاقيهم موجودين وعندهم ردود اكتر وبشكل اوضح وشكل مفصل. فبالتالي يبقى انت لو ما لقيتش حد تساله لازم حد في الاسره يكون موجود، انت مش متعلم يعني ما عندكش المعلومه دي ومش عارف تتعلمها فين، تعالى بقى اسأل الناس المتخصصة في الكلام ده عشان وقت ما يجي السؤال يبقى في حد موجود يجابه. لما يجي النهاردة واحد في الأسرة يجي قدامه تقعد قدامه شبهة، لازم واحد في الأسرة دي يكون عنده إجابة، وإلا هتبقى مشكلة. تمام. الحاجة التانية إن هي لازم بقى إن إيه اللي بيدخل الإنسان أصلا للحاجات الأبواب دي. اللي بيدخل الانسان الحاجات دي ببساطه هي فكره ان هو ما دخلش في المجال التاني. يعني احنا عندنا مجال شخص بينكر السنه، يبقى لازم عندي واحد بيدرس السنه، لازم العكس بقى.
فاحنا عندنا مفيش حد بيعمل المعلومه دي، عندك في الاسره مفيش حد بيعمل كده. فبالتالي يبقى مع انك تعلمه الشبهات، الرد على الشبهات دي لازم الاساسيات الناس كلها تحاول تتعلمها. انا بقول لك الاساسيات، الاساسيات دي لازم كله يعرفها، يعني مثلا معلومه مثلا القران والسنه ازاي، دي معلومه لازم الناس كلها تعرفها. الحديث وصلنا ازاي، يعني ايه صحابي، يعني ايه تابعي، يعني ايه نبي، يعني ايه قران، يعني ايه حساب، يعني المعلومات الاساسيه اللي لازم كل مسلم يعرفها. ولو انت عرفت اصلا المعلومات الاساسيه دي بنسبه 80% كل الاسئله اللي هيقولوها دي انت هتلاقي اجابتها، مش هتحتاج اصلا تروح تدور على حد ولا تسال حد ولا اي حاجه، هتلاقي كل الكلام ده موجود. ان هو كلام اللي بيقولوه ده كلام اهبل، يعني كلام عبيط قوي 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 الشبهات اللي بيقولوها دي. يعني حتى عشان كده تفتكر المناظره الشهيره اللي كانت معموله، يعني كانت حاجه تموت من الضحك بصراحه، لما كان جاي اسلام البحيري بيتكلم عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان هي ما وصلتش صحيحه، فالحلقه كان فيها مين لو تفتكروا؟ كان فيها الشيخ اسامه الازهري، والكوميديا بقى كان فيها مين؟ كان فيها علي الجفري. علي الجفري اصلا شيعي، يعني بيشكك في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينقلوا السنه، وعلى الرغم من كده عرف يرد على اسلام البحيري. يعني تخيل واحد اصلا بيشكك في الصحابه، يعني تخيل موقفه، وعلى الرغم من كده عرف يوضح ويرد على اسلام البحيري، واسلام البحيري ما عرفش يرد. فبالك بقى بالناس اللي فعلا مصدقه بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وعندها ايمان بصدقهم، فبالتالي بقى الموضوع سهل. يعني اذا كنا جبنا واحد يقول الصحابه دول مش صادقين وعرف يرد، فبالك بيه وبيك وكده، فالموضوع بسيط خالص. فالناس دي غلابه قوي قوي، غلابه قوي فوق ما انت تتخيل يعني. فبالتالي تحاول تعرف الاساسيات اللي في دينك. وانا بقول لك الموضوع بسيط خالص، الاساسيات دي موجوده يعني في كتب مثلا انا مازال عندي على القناه، هتلاقي مثلا اساسيات في الحديث، اساسيات في الفقه، في العقيده اللي هو مبادئ بس. هتلاقي الكتاب مثلا اللي انا منزله شرح مثلا كبيره ساعتين، هتقعد ساعتين بقى عندك حد ادنى معلومات عن العقيده، عن الحديث، عن السنه، عن التاريخ الاسلامي، عن كذا عن كذا عن كذا. فتحاول تسعى في الامر ده. وكان ده بس الكلمتين اللي حبيت اقولهم، رجاء محدش يشغل باله بالناس دي ولا يتكلم عنهم نهائي، لا من قريب ولا من بعيد. وفي نفس الوقت في جهات في الدوله مسؤوله، جهات يعني الشرعيه الموجوده، عندنا الازهر، عندنا الافتاء، عندنا كذا، هم لو حصل اجراء بقى ان هم عملوا حاجه مشكله قانونيه الناس دي موجوده. الحاجه الثانيه زي ما بقول لك ان في ناس متخصصه ده مجالها اصلا، دي شغلتها، قاعدين معاهم. الحاجه الثالثه ان انت هتحاول تتعلم الاسرار، اشهر الشبهات زي ما بقول لك عندي على القناه حاجات موجوده وعند ناس غيري. الحاجه الاخيره وقت تدعي لنا بس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.